لماذا أنت مستعد؟ كون. لماذا أنت مستعد؟ هل أنت مستعد لجنة عرضها السماوات والأرض؟ هل أنت مستعد لليلة خير من ألف شهر؟ في عالم الأفكار وربما الحياة عموماً، ما تطلبه يطلبك وما تسعى إليه يسعى إليك، وهذا من أهم قوانين الحياة الطيبة. في مدرسة الحياة سنعرف كيف ستستعد ولماذا أنت مستعد؟